مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف التاسع الأساسي معكم المدرسة هبة عيد من الفضائية التربوية السورية موضوع درسنا اليوم سيكون عن متراجحات الدرجة الأولى بمجهول واحد من كتاب الجبر الوحدة الثالثة فلنبدأ معا لنتذكر معا رموز المقارنة بين عددين أولا أصغر تماما مثال عليه نقول أن خمسة أصغر تماما من سبعة كذلك رمز الأكبر تماماً كذلك نقول أن خمسة أكبر تماما من اثنين لدينا أيضا أصغر أو يساوي يمكننا القول بأن خمسة أصغر أو تساوي الخمسة أو خمسة أصغر أو تساوي الثمانية كذلك أكبر أو يساوي نقول بأن ثلاثة أكبر أو تساوي الثلاثة أو خمسة أكبر أو تساوي الواحد نستعمل الرموز والمصطلحات السابقة في حل المتراجحات، حيث أن المتراجحة تعبر عن مقارنة بين طرفين. لتكن لدينا المتراجحة x أصغر تمامًا من 3. قيم x التي تجعل هذه المتراجحة صحيحة تسمى حلول المتراجحة، ونستطيع تمثيل هذه الحلول على مستقيم الأعداد. نعين بداية العدد 3 طبعا في القسم الموجب من مستقيم الأعداد X أصغر تماما من 3 وبالتالي حلول هذه المتراجحة ستكون أصغر من 3 أما الأعداد الأكبر من 3 فهي أعداد مرفوضة لا تمثل حل للمتراجحة بينما العدد 3 نلاحظ أنه إذا قمنا بتعويض 3 في المتراجحة المعطاة ستصبح من الشكل 3 أصغر تماما من 3 طبعا هذه المتراجحة غير صحيحة وبالتالي فإن 3 ينتمي إلى مجموعة الحلول المرفوضة لتكون لدينا المتراجحة x أكبر أو تساوي ناقص 2 كذلك نستطيع تمثيل حلولها على مستقيم الأعداد بتعيين العدد ناقص 2 طبعاً في القسم السالب، نلاحظ أن بما أن المتراجحة إكس أكبر أو تساوي ناقص 2، فبالتالي الحلول ستكون هي الأعداد الأكبر من ناقص 2، أما الأعداد الأصغر فهي أعداد مرفوضة. بينما العدد ناقص 2، نلاحظ أنه إذا قمنا بتعويضه في المتراجحة، ستصبح من الشكل ناقص 2 أكبر. أو تساوي ناقص 2، وبالتالي هي متراجحة محققة. إذا ناقص 2 يمثل حل للمتراجحة. خواص إذا جمعنا نفس العدد إلى طرفي المتراجحة، أو طرحنا نفس العدد من طرفيها، نحصل على متراجحة مكافئة للمتراجحة المعطاة. مثال على ذلك: لتكن لدينا المتراجحة x زائد واحد أصغر تمامًا من 2. نستطيع إضافة معاكس العدد واحد وهو العدد ناقص واحد إلى طرفي المتراجحة بهذا الشكل نعلم أن واحد ناقص واحد يساوي الصفر و ناقص واحد يساوي الواحد فأصبحت المتراجحة من الشكل X أصغر تماما من الواحد نلاحظ أن هذه المتراجحة هي متراجحة مكافئة للمتراجحة المعطاة تذكرة بالمتراجحتان المتكافئتان هما متراجحتان لهما الحلول نفسها وبالتالي حلول المتراجحة X أصغر تماما من الواحد التي تمثلها على مستقيم الأعداد بهذا الشكل حيث أن X قيمها أصغر من الواحد هي التي تمثل حلول المتراجحة أما الأعداد الأكبر من الواحد هي الأعداد المرفوضة وبالنسبة للعدد واحد، فهو لا يمثل حل للمتراجحة، كون المتراجحة x أصغر تماماً من الواحد. بالتالي هذه الحلول هي نفسها حلول المتراجحة المعطاة x زائد واحد أصغر تماماً من 2. خاصة أخرى، إذا ضربنا طرفي المتراجحة بعدد موجب تماماً، أو قسمنا طرفيها على عدد موجب تماماً، نحصل على متراجحة مكافئة للمتراجحة المعطاة. نتذكر معًا بأن العدد الموجب تمامًا هو عدد أكبر تمامًا من الصفر أي لا يساوي الصفر. لتكون لدينا المتراجحة 3x أكبر تمامًا من ناقص 6 نستطيع تقسيم طرفي المتراجحة على أمثال العدد x وهو العدد 3. نختصر 3 مع 3 أيضًا ناخذ ناقص ستة تقسيم ثلاثة يساوي اثنين، أيضا ناقص ستة تقسيم ثلاثة يساوي ناقص اثنين، وبالتالي المتراجحة المكافئة للمتراجحة المعطاة هي المتراجحة x أكبر تماما من ناقص اثنين، نمثل حلولها بالشكل، نعين العدد ناقص اثنين، قيم x التي تحقق حل للمتراجحة هي الأعداد الأكبر من ناقص اثنين، أما الأعداد الأصغر فهي أعداد مرفوضة. وبالنسبة للعدد ناقص 2 فهو أيضا حل مرفوض بالتالي ينتمي إلى مجموعة الأعداد المرفوضة خاصة أخرى إذا ضربنا طرفي المتراجحة بعدد سالب تماما أو قسمنا طرفيها على عدد سالب تماما يعكس اتجاهها العدد السالب تماما هو عدد أصغر تماما من الصفر ولا يساويه مثال على ذلك: ناقص 5 اكس اكبر تماما من ناقص 20. في حال قسمنا طرفي هذه المتراجحة على الأمثال الاكس وهو العدد السالب 5. بالتالي سنقلب جهة المتراجحة من اكبر تماما الى اصغر تماما كوننا قسمنا طرفيها على عدد سالب. نختصر ناقص 5 مع ناقص 5 بينما ناقص عشرين تقسيم ناقص خمسه سيكون الجواب زائد اربعه وبالتالي اله المتراجحه الى المتراجحه اكس اصغر تماما من زائد اربعه نمثل حلولها على مستقيم الاعداد بتعيين العدد اربعه وباخذ الاعداد الاصغر من العدد اربعه وهي التي تمثل حلول المتراجحه اما الاعداد الاكبر فهي اعداد مرفوضه بينما العدد أربعة هو أيضا عدد مرفوض كون المتراجحة أصغر تماما تمرين أوجد حل كل من المتراجحات الآتية ومثل حلولها على مستقيم الأعداد المتراجحة الأولى من الشكل 3x زائد 2 أكبر تماما من 8 بداية سنقوم بإضافة العدد ناقص 2 وهو العدد المعاكس للعدد زائد 2 إلى طرفي المتراجحة بهذا الشكل نعلم أن 2 ناقص 2 يساوي 0 كذلك 8 ناقص 2 يساوي 6 فأصبحت المتراجحة بالشكل 3x أكبر تماما من 6 الآن سنقوم بتقسيم طرفي هذه المتراجحة على العدد الموجب 3 وهو العدد الذي يمثل أمثال الإكس في المتراجحة السابقة أصبحت من الشكل طبعا بعد اختصار 3 مع 3 x أكبر تماما من 2 هذه المتراجحة نستطيع تمثيل حلولها على مستقيم الأعداد بأخذ الأعداد الأكبر من 2 والتي تمثل حلول المتراجحة والأعداد الأصغر هي الأعداد المرفوضة بينما العدد 2 أيضا هو عدد مرفوض وبذلك حصلنا على حلول المتراجحة المتراجحة الثانية من الشكل ناقص 2x زائد 3 أصغر أو يساوي 5. بنفس الطريقة التي قمنا بها في التمرين السابق سنقوم بإضافة معاكس لعدد 3 وهو العدد ناقص 3 إلى الطرفين طبعا لا داعي لتغيير جهة التراجح باختصار 3 مع ناقص 3 أيضا 5 ناقص 3 يساوي 2 أصبحت المتراجحة من الشكل ناقص 2x أصغر أو يساوي الاثنين سنقوم الآن بتقسيم طرفي المتراجحة على أمثال الإكس نلاحظ أن أمثال الإكس هو عدد سالب وبالتالي سنقوم بقلب جهة المتراجحة بعد الاختصار ستصبح المتراجحة من الشكل X أكبر أو تساوي الناقص واحد أيضا سنقوم بتمثيل هذه المتراجحة على مستقيم الأعداد بتعيين ناقص واحد وبأخذ الأعداد الأكبر من ناقص واحد، وهي التي تمثل حلول المتراجحة، بينما الأعداد الأصغر هي الأعداد المرفوضة، أما ناقص واحد، كون المتراجحة X أكبر أو تساوي، بالتالي سيكون ناقص واحد هو حل للمتراجحة. المتراجحة الثالثة من الشكل X ع 2 ناقص واحد، أصغر تماما من واحد على اثنين نلاحظ وجود كسور في هذه المتراجحة لذلك للتخلص من المقامات سنقوم بضرب حدود المتراجحة بالعدد اثنين ستصبح من الشكل 2 إكس على 2 بضرب العدد ناقص واحد باثنين سيصبح الحد ناقص اثنين أصغر طبعا لم نقلب جهة المتراجحة لأننا نضرب بعدد موجب تماما أما الحد الأخير أصبح من الشكل 2 على 2 الآن سنقوم بالاختصارات 2 على 2 ستصبح 1 x ناقص 2 أصغر تماما من الواحد وهي متراجحة مكافئة للمتراجحة المعطاة سنقوم بحل هذه المتراجحة وبالتالي سنحصل على حلول المتراجحة المعطاة نقوم بإضافة معاكس لعدد ناقص 2 وهو العدد زائد 2 إلى الطرفين ناقص 2 مع زائد 2 يساوي 0 1 زائد 2 يساوي 3 أصبحت من الشكل X أصغر تماما من 3 سنمثل الحلول على مستقيم الأعداد بتعيين العدد 3 كون المتراجحة X أصغر تماما من 3 وبالتالي الحلول ستكون هي الأعداد الأصغر من 3 بينما الأعداد الأكبر هي أعداد مرفوضة كذلك الأمر بالنسبة للعدد 3 هو عدد مرفوض تمرين آخر لدينا المتراجحة 2x ناقص 5 أصغر أو يساوي لـ 3 أي الأعداد 5 4 1 على 2؟ ناقص 2 حل لهذه المتراجحة، وأيها ليس حلاً لها. نلاحظ أنه في هذا التمرين، قدم إلينا مجموعة من الأعداد، وطلب منا معرفة أي من هذه الحلول تمثل حل، وأيها لا يمثل حل. فلا داعي في هذا التمرين لحل المتراجحة، سنقوم بتعويض هذه الأعداد مكان الإكس. بداية سنختار العدد ناقص 2، سنقوم بتعويضه مكان الإكس في المتراجحة المعتاد. بهذا الشكل. طبعا لا ننسى الأقواس الآن الأولوية نعلم أن الأولوية للأقواس فسنقوم بضرب 2 ناقص 2 سيساوي ناقص 4 ناقص 2 طبعا أصغر أو تساوي ل 3 ناقص 4 ناقص 2 الجواب ناقص 6 أصغر أو تساوي ل 3 نلاحظ أن هذه المتراجحة التي وصلنا إليها أخيراً هي متراجحة محققة بالطبع ناقص 6 سيكون أصغر أو يساوي لثلاثة. فهي متراجحة محققة وبالتالي العدد ناقص 2 الذي قمنا بتعويضه مكان الإكس هو حل للمتراجحة الآن سنختار العدد واحد على اتنين. سنقوم بتعويضه بطريقة مماثلة مكان الإكس باختصار الاثنين مع الاثنين سيكون الناتج واحد طبعا ناقص اثنين اصغر او يساوي لثلاثة واحد ناقص اثنين يساوي ناقص واحد اصغر او يساوي لثلاثة ايضا المتراجحة التي وصلنا اليها هي متراجحة محققة كون بالطبع ناقص واحد هو عدد اصغر او يساوي لثلاثة وبالتالي العدد واحد على اثنين كذلك حل للمتراجحة الآن سنقوم بتعويض العدد 4 مكان الـ X ولا ننسى الاقواس 2 ضرب 4 يساوي 8 8 ناقص 2 أصغر أو تساوي لـ 3 8 ناقص 2 الجواب 6 بالتالي أصبحت المتراجحة من الشكل 6 أصغر أو تساوي لـ 3 نلاحظ أن هذه المتراجحة غير محققة بالطبع 6 لن تكون أصغر أو تساوي الثلاثة وبالتالي العدد الذي قمنا بتعويضه وهو العدد أربعة لا يمثل حل للمتراجحة وأخيرا العدد خمسة سنقوم بتعويضه مكان الإكس بالتالي ستصبح المتراجحة عشرة ناقص اثنين الجواب ثمانية وبالتالي ثمانية أصغر أو تساوي لثلاثة بكل تأكيد هذه المتراجحة غير محققة وبالتالي العدد خمسة لا يمثل حل للمتراجحة. ومع نهاية درس اليوم نكون قد تعلمنا كيفية حل متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد وكيفية تمثيل حلولها على مستقيم الأعداد. أتمنى لكم الفائدة ودمتم بألف خير.